بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. براني برز وخشكاني برز برنامج كتان برنامج هايما لم حلقيش هاتين وخزمتي ببرز السنجين بهواي أواب توان خزمتك بهواي برز بكين واروها إيمش زخيريك بو قيامتي خومن أماد بكين. خالش كلا أدب لقل ذاتي الله أن يكون حبه، أي حب العبد في الله، وبغضه في الله، وعطاؤه لله، ومنعه لله، ولا يشتغل إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. أدب لك ذاتي الله أويا كإيمة براني برز خوش ويستن بخوا لبناي خوا تون عبدك من خوش دوي كسك لبر الله به لبرو بيهي تاك دين دارة سلوكي جوانا أخلاقي جوانا روشتي جوانا كواتا أميك بغز من كاتي خوش من ناوي لبر الله به صفتي جوانيا روشتي جوانيا كاتي شتيكي بي بخشين بو إخلاص بو خوابي ما بس من رزامندي الله به لبر اوي خوش من دوي كاتي چشك من عدكين هل لبزاتي الله به عفوا ونابي مشغول جبين إلا بخوا باب سينا خزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فرمو ديذا فرمي من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هركسي كسي خوش دوي لبر الله خوش ناوي لبر الله وهروها أو كسا دي بخشي بي لبر الله لي دقريتو هر لبر الله من عيدك هموي پیغمبر خواهد فرمی او کسی ایمانی تواب ابن قیم دفرمی من اشتغل نفسه من اشتغل بالله عن نفسه کفاه الله مؤنث نفسه. هر کسی نفس خوی مشغول که با الله خوای بسا هر کسی مشغول به بخوا خوای گورا هموش تساکه کانی بوده که کواتا ادب من لگه الله هبه بوشوی که لبر خاطری خوا کسانی که من خوش بیه لبر خاطری خواستیم پی ببخشین لبر خاطری خوا پیان نبخشین. ادبش که معرفت الله ناسینی خوا خواب ناسین با بالجود سخاوت افضال گورهی احسان ساککان هر دکس خوا دناسه بس بوی خوا عفوی هیا یعن حلمی هیا یعن تزاوزی هیا لگناحکان من خوش دبی های دیناسه با بطش با تورابون انتقام هاي دي ناسي بعلم بحكمة هاي دي ناسي بعزت بكبرياء هاي دي ناسي برحمة ببر بلطف هاي دي ناسي بقهر بتربون بملك بدا صلاة هاي دي ناسي بوي دعاك قبول دكا هاي بوي دي ناسي كلها واردة هاي بوي دي ناسي كحازة قبول دكا. وأعظم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامي قورترين بيناسج أولا لان كلام قرآن كيو بيناسي رب العالمين كواتا أدبش كأوية كإنسان فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال منزه عن المثال سبحانه وتعالى بريء من النقائص والعيوب له كل اسم حسن. يعني اشتكان الزور انك دواي يكباسي عندك إنسان بزاني قورتلي الناسين إخوالا لان كلامي إخواويا كقرآن بزاني صفاتي كمال كمالي مطلق بو الله برابر الزكاة مشينا اگر زاري كشما قلت يوم زاري دباري دكينو كمالي مطلق بو ذاتي الله كمالي بشريت بو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كمالي مطلق معنى ببي قيد وشرط الله بهم الصفة كاني كاملة نقصينية عيبينية هشتكينية كوا لايق بو نبي بشريتش تواوي بشريت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كزني لبي غمر جورة تربية كزني لبي توا وتربية لبشر ده سبحانه وتعالى صلى الله عليه كواتا إيمش بزاني معرفة إخوة بزاني خوايك من هي هم صفات كمالي تدا خوايك من هي فعال لما يريد هسيبيو ديكا فوق كل شيء مع كل شيء قادر على كل شيء مقيم لكل شيء أكبر من كل شيء أزمل من كل شيء أرحم الراحمين أقدر القادرين أحكم الحاكمين. هذا سينا خدمة قرآن هو ما بيدري فيما أنت فرمي خواي قورا هر سيناوي جواني إي أوا جل زلالو لها مشتك قورتنا
لهمو شتيك جوان ترى لهمو شتيك بتوانا ترى لهمو شتيك هيزي زوار ترى لهمو شتيك قورة ترى أحكم الحاكمين إشا هيس حكمي قنية بصري أو دا قرآن أصلي خوي زور بي زنان دران باشي شي تعريفة بناسي الله كخوا بناسي بوي پیغمبر من فرمي صلى الله عليه وسلم هیچ کس وک من خواین ناسی و پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم ادب لگل خوا خالص کا برانی برس خوش کانی برس ادب من لگ ذات الله العمل بكتاب الله والحكم بما انزل الله عمل كردن كار كردن بقران كي الله بو كتابك داي بزاندوا رزقتني پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أم كتابة كقرآن دائما بزاند نازل من عبد مانة خواروا بولايتو أي محمد صلى الله عليه وسلم بوي بم قرآن بم كلامي من رب العالمين دفرمي خلشي لتاريكا يكان لقم رأي يكان لسر شواي بيني بو يكتاك نور كإسلام بو رقاي خوا بإذن رب العالمين بو رقاي كأل عزيز الحميد صراط العزيز الحميد كإيبي الرقاك كواتا سوي أدب لقى الخوا حكم بغيري ما أنزل الله في غنبري خوا دفرمي خمسون بخمسين برابر الزكاة بينز ببينزا شون يعني اگر بينز تانكر او بينز تان بسرده ما نقص قوم من العهد الا سلط الله عليهم عدوه هر كسي بيمانتان هر قوميك هر قليك هر ولاتيك هر قنديك هر شارك بيمانيان لقال الله هر وشان دوا دجمنيان بسرده ازال دبي وما حكموا بغير ما انزل الله الا فشى فيهم الفقر هر كاتي حكما بغير قرآن كر فقيري بلاو دبيتوا وهروها ولا ظهرت فيهم الفاحشة هركات الفاحشة بلاو بوا إلا فشا فيهم الموت مردن بلاو دبيتوا بويا پیغمبر من كوا دفرمي من قرآن دفرمي من أعرض عن ذكري كسي لا بدا لذكري من يعني زربي زنان دلن من أعرض عن ذكري معناه پشد قرآن كا رولي ورجري فإن له معيشة ضنكا ضلق لفظك وشيك بنا خوش دي هر قلتنا كي زرجانا كش جاني ناخوش ونحشر يوم القيامة يعمى رجل قامت بشوري حشر ذكري نبي ناي باشا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة فالورد قاربو من البشوري وبكوري حشرك الخومن ساومها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آيات دهات رود لي ورد جرا لبير الذكر خد برامبري شو الذكر استاش تواو صدق رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا زواني فرموي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حد يعمل في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 صباحا اي من ان يمطروا 40 صباحا اگر يك حد خوا لسرس ام ارز زيبه زيبه كري دس بريني دزيك پياو كسي كسي كشتو قصاصي طول سر ده كوجري تو زينا غار يك دار كاري دكره لو بوس خلشي سر ارز باشترا سل سبينان سل روجان باران تام بو بارينه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون افتراء لسرخوا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين قرين خرابتين القرين أدب لك الخوا أن لا تخاف في الله إلا وما تلائم زور كذلك بوي من نوشتنا عالم والآخركم لي عاجز دبي لو ما مدكن سرزن اشتيم دكن حجاج كوري ثقافي كاتك بوالي عراق وتغى في ولايتي وتجبر خوي بقور زاني ظلم كرد حسني بصير رحمتي خالي به يشي لو بيوانا بون كوا يعني بربركاني او طغيان ياكل و باس ياكل كوا او هاي او هذاك كلمه حق ياكل بويا كا
كاتك قصي حق في غمري خواذا فرمي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد قورة الجهاد كلمة حق قتني وشيك حق عند سلطان زائر لهذه الصلاة اشتثم كان سلطان شي ظالم بستم زكاتك زنيد سوق سركيوة بانجي خلشيك دع الناس اللي تفرزوا عليه قلت ورن برن بيروز بيو بركته بلام حسني بس نسو كاتك خبري جيشتي وبونسي كاتك خبري جيشتو خلص انت قصركي فرموي قلت يا بونا هاتي فرموي لبروي بناه اخبث الاخبثين بيسترين كس درستي كردوا وهروها فرعونش قلتي اوهم ملكا هذه الانهار تزري من تحتي ما علمت لكم من اله غيري انزاد واي فرمي ثم اهلك الله فرعون اوش لنا ودسي بويا براستي انسان مسلمان دبي او هابي تسليمي پروردگار ببي ادب لقال پروردگار اويا انسان تاثير بكا وابزاني جميع احوالي همشتكاني بو خالقه لبر اوي رب العالمين اقادارا بسرمان و همشتكمان دبيني باشا ادب لقال الله زل زلاه زل زلاله اويك انسان مسلمان سبكا بو رزقي رازي به بو تمني رازي به بو شتيك رازي به كخواي قورا بوي كردوا امزا ادبش كمان كمال شت هي هر نعمتك كخواي قورا بسري كردوين اقامان لبي هر شتيك كخواي قورا تورا دبي اقامان لبي هر شتيك كخواي قورا زماني كردوا بفضل بزانين هر شتيك كخواي قورا سرپرشتي دكا غمان نبي بزانين إبليس بوشتانا إيما لخشت دبا لرمان لاددا وما لدكا توشي قناه من دكا أدب لقال الله سوئي أدب كومالي شتمان هي إما باسي هو مان كر كومالي أدب مان باس كر لقال الله كومالي كي سوئي أدب براني برس خوش كاني برس سوئي أدب معناه سيا معناه بأدبية لقال الله جل زلاله سوء أدبه خرابي أدبه كمالك لوانا كنهي ليكراوا يك لوانا صب الريح ها زنيودان بابا معلم الإنسانية كرسول الله صلى الله عليه وسلم ليش الحديث كان هذا فرمي لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رسول الله ذا فرمي زنيو بدن أو سوي أدب برامبر با الله بابا سكا باك خواده يعني لا تسب الريح أجر شتيك تان ديت بيتان خوش نبو لا فاويك بايك فيزانك ها رشبايك بلن اللهم إنا نسألك من خيري ها هاد داوي أم بايا دكين أجر خيركي لناو لو خيري دعوة ذكر لنا أو بايا وخمان دا بارزين لو شريك تيدايتي ولو شريك أمري بيكراوة أو خيريك أمري بيكراوة دعوة ذكين ها بس فرمو ديشي زوانا الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتمها فلا تسبوها واسألوا الله يعني واسألوا من الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها في غمار يخوض فرمي الريح زاري واهي عذابة رياح بزور الرحمة وأزلنا الرياح لواقعها الريح بو عذابش دا قتية بو رحمتش دا قلع ورد دا قرآن دا بزور بو عذاباته في غمار يخوض فرمي أم بايا للاين خواهي فرماني أوا رحمت ديني عذاب ديني أجر ديتان بيتان ناخوش بو دعوة بكن لخيركي خوتان بپارزن استعاذة بكن لذاتي الله لشركي كوات الريح با مخلوقي شخوايا خواهي قولا كيفي لبه سوني لده كأوهايا خواه سوقي دكا ديني ري بيغمبري خواهي فهمي أن الريح
يعني الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة للآخرين. أم با زاريوا الرحمة زاريوا درختي بيت القيح دكري متربي دكا برداري دكا بردقري زاريوا عذابا زاريوا ناخوشية بلايا مصيبة. زار رسول الله ذا فرمي صلى الله عليه وسلم إيوة كديتان دعا بك من أخوة لو شرب من بارز دائي أخير بكن في غنبر يما صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما خاف أن يكون نقمة أو عذابا من الله تعالى في غنبر أقبايا شدديد يعني ترسي أويها بواك وعذابا أم دعاني ذكر في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به. اللهم أقل بارانج بوايا اللهم صيبا نافعا يعني اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. سوء أدب لك أخوة سب الدهر زور كسيبراني برز خوش كان برز زنيو بالزمانة ده دلية الزمانة ظروف روي زمانة رجبة روي ظروف رجبة ده زانن أو معناه شيء أو كاتي لكاتي برا لكاتي مصيبة. قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. ده فرمي ابن آدم قصبة من دلية شتم من دكا بيم خوش دبي يعني قصينا عريك دكا بران برمان بيوزنيا بدن منو درو بلاي منو درو دكا خواهي قورة دفرمي اوشي بيوزنيا شتمكي اويا إن لي ولدا العياذ بالله كفرو شتمو قصقوتن با الله بلاي خواه من داري هي خواه نوي هي العياذ بالله. وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد نكز لمن بوا نكز بمن لمن دبي أمن أحدم بتنيام سمدم بيجتي مكزنيا ولم يكن لي كفوا أحد كسجواني مني. أدي تكذيبك بولاي من دروب خواوا دلية ليس يعيدني كما بدأني والله خواي قولا من وخوي لنا كاتوا كمردم توا ها زور كزوا دلين يان دفرمي يؤذيني ابن آدم بسبب الدهر زنيو بزمانة دادا بزروف دادا بشوروش دادا عزيتم دادا وأنا الدهر أمن دهر زمان بو أقلب الليل وأنها شكو خواهي قورا شوروش دينو دبا كواتا زنيو دان بزمانة بشوروش بزروف ها ظروف زمانة رود رجبة زمانة أوهاي بيوفاي أولا لقال خواهي جل زلالو سوء أدبا بأدبية برامبر با الله جل زلالو أدب لقال خواه كاتك الزارع أو كسي شدة سنة في غمري خادف فرمي لا يقول أن أحدكم زرعت ها ينحرست ها ناب ولا شيء نمكر بس بل اللي يقول حرست حرست معناه من شيلام يعني توم بيوكر نقبل شيء نمكر شكو الله شيني ذكى جل زلاله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون براني برز خوش كاني برز أدبي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام نزاني بيغمبران سنب أدبون ها أنبياء الله يعني بيغمبراني خواه قورتين أدبيان هبوا سيد الأولين والآخرين كحزرة محمد صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى سبحانه وتعالى أدبي بيغمبران ما كذب الفؤاد ما رأى نبي الله عيسى إن كنت قلته فقد علمت أهنالي من قتوما نم قتوا إن كنت قلته أه؟ تعلم ما في نفسي أو إلا نفسي منا تود زاني بلا من نازانم ولا أعلم ما في نفسك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به سبحانه وتعالى. زور شتي إبراني برز كسوء أدب برامبر بأ الله جل جلاله كبكارده مثلا يقلوانا كسكسك دلسي بخواي خواي قورا ملشي داتا چي هاي دي صلاة داتا چي أو قصة زور خطرة خواي قورا مالي داوتا چي كرو أولاد داتا چي هذا صلاة السلطة داوتا چي بلان بزان رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى خوا أو كسي بيوي سيا
تؤتي الملك لذاته أو يحزي لي بيت تنزع لي ورد قريتوا وهروها كسي خوابي خوش بي عزيزي دكا إيش كزليل دكا خير بدس الله جل جلاله بس أنا مش تيب وتوانا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له خوا ودكا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات كواتب أقدار بين يعني مثلا أزور كز دلي خوزيا أو كاتي فلان كز دبو تولى فلان شوني بوايا أو خواي قورا دايناوا كاتي إيشي بمصيبتي لمالي آي خواي قورا أري هر من هم هبوم آي خواي قورا أو من أو من بيها الناجلي دبي إنسان دعابك يعني دلي براستي أخواي قورا سون أو شيء كير ناب براي برز خوش كاني برز أما أنا هم يسوي أدبه لقال الله جل زلاله ها أنزا دوا أوا أدب إما بقرين لقال الله جل زلاله بسي أو هيك أوا براني برز فرز كان لكاتي خويبكي أتو أدب لقى الله جل زلاله أو هيك أخو أمري بيكر دو بيكي أو هيك خوانه هي ليه كردوا أتوج نيكي باشا أدب لقى الله وكمال الشد بباس ما كرد سوي أدب من باس كرد أدي أدب لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بيما أدب من لقى بيغمبري شبه خير خلق الله كبيغمبر نبينا حبيبنا النبي المصطفى بيغمبري إما خوش ويستي إما ده بي أدب من لقى هبه أم كمال آدابش كلا خزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بازدك باب زين زاري خواي قورا تسكيب يا غمبري كدو لعقلي ما ظل صاحبكم وما غوا يا غمبر دفرمي خواي قورا دفرمي صاحب نيردراوكي ايوا قمرانيه شيدنيه عقلي تواوا واروا تسكي كردوا لساوي ما زاغ البصر وما تغى زكاة تسكي كردوا لضلي ألم نشرح لك صدرك تسكي بيغمبري كردوا تولى الذكر ورفعنا لك ذكرك تسكي بيغمبري كردوا لعلمي علمه شديد القوى تسكي كردوا لأخلاقي وإنك لعلى خلق عظيم زبراسي كمال أدب هي براني برز كمال أدب لقى بيغمبر صلى الله عليه وسلم كمال أدب ما لخزمة الله باسكر أدب لخزمة بيغمبر يكم إيمان أدابي إيمان برامبر بيغمبر دبي إيمان بيهنانا صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون كواتي يكم شرط كم أدب لقى رسول الله أو إيه ما إيمان من برسول الله به صلى الله عليه وسلم إيمان كسية حقيقتك مركبة لمعرفة أو بيغمبر هناويتي تصديق بعقلي تصديق بهاتنايتي بيغمبري إقرار بنطق إنقياد من الكسن محبة خضوع خوشويستي ظاهرا باطنا أم زادوا أو بزان كإيمان تصديق بنبوتي برين بيغمبري خوايا صلى الله تعالى عليه وسلم روانا كراوي خوايا خالش كمان كلا اي بيغمبرا صلى الله تعالى عليه وسلم قتمان محبته خوش بسني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هو أدب لقى البيغمبر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بيغمبر لنفسي خمان لبيشترى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم بيغمبري خوازة فرمي كسي ليه وإيماننا حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كسي ليه إيماني توانيا حتى مني خوي مني لخوي لمن دالي لدايكي لباوتي خوش تردوه السحيب خارج بيغمبري خوازة صلى الله عليه وسلم كبا إمام عمر بفرمي الآن يا عمر كبلا من أي بيغمبري خوا توم لها هموش تي خوش تري بزل نفسي خومنا رسول الله بفرمي اي عمر نا هتا من لنفسي خوش خوش تري انزا بلي الان يا عمر عمر بلي اي بيغمبري خواتهم اسال الله هموش تي
خوشت ده باب زاني براي برزم أماش خالش كي خالش كمان لا أدب برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أوهي كوا إما نصرة سنته ديني بيغمبر سبخي يارمتي دينا كي بدين يارمتي سنتكي بيغمبر بكين سنتي بيغمبر زيندو بكين وصلى الله أو أدب لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تماشاي مواقفو هل ويستي صحابة برز كام كين براني برز أو أبو بكر صديقة خواهي قولي لي رازي بي تون لسي رباسي كلاوة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لمعراز دا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لهجرت دا لكوز دا ديار الرفيق إمام بكر زار إمام بكر للاي راسي دروا زار للاي تبي دروا زار للبيشي دروا زار للاي دروا لدواوي دروا إمام بيغمبري خواه دفر مالك يا أبو بكر أو تي بوا دكي ضلا أي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دا ترسم ضلا منو دسمه لا راس دجمن لو لا يبو من دانش بلا كمين لا لا يتشف لا يبي لا بيش او بيش دا كم بو لا دوا نو كمين كان لو لا انا من ذا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اما يشك شوستي كزور امام عمر خوا يقول لي راضي به كشدتي حبي كلكاتك دا بيغمبر وفات دكا صلى الله عليه وسلم لا هيش كسي قبولناكم لا اسمعنا احدا ان يقول ان محمدا قد مات ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى أو كما أرسل إلى موسى نا أها أو خواي جورا برديتي بولاي خوي شون موسى سلامي خواي لسر بي خواي جورا بو بردي بولاي خوا بولاي خوي هر أوهايا أما شدتي خوش أيستيا تصوري نكر كبيغمبري خوا صلى الله تعالى عليه وسلم وفاتي كردو أم أدب زوانا أنزا دار الصحابة برزة كانت إمام علي إمام عثمان خاليان راضي به بأبي وأمي أنت يا رسول الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله كسي فرماني بيغمبر زيب زيب كا فرماني الله زيب زيب كدوا عفى الله عنك لما أذنت لهم خواهي قولا أو هذا بيغمبر دفرمي صلى الله تعالى عليه وسلم كواتا أقدار بين براني برز خرشكاني برز كمالي آداب هيا لخزمت حزرتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دبي أو آدابنا إما زيب زيبكين إما يقلو آدابنا كلخزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحياتي دعا مردنيشي دبي إنسان بآدابي لغا بيغمبر بناي خود بانجينيك خواي قورا رب العالمين بناي خود بانجينيك نيقوتو يا دفرمي يا موسى يا عيسى يا نوح يا إبراهيم بلام بوي دفرمي يا أيها النبي يا أيها الرسول كواتا دبي ما أدب ما نهبه لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمزا دعاء مراني برس يقلو خالانا توخيرو بقبر زاني بيغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم لبكاتك وفات شكر دعاء خوانا خواستا بخرابة نابي إما باسي بكين كواتا توقيرو توقير رزقتني بيغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم سون دنگ برزنك النوا بسر بيغمبر رزقتنا فرمايشتكاني بيغمبر رزقتنا السنة كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبي براني برز خوش كاني برز إما أوهاب كين كواتي كم خال أويا كيما أدب من لقل بيغمبر هبي صلى الله تعالى عليه وسلم أويا كوا توقير يعني بيغمبر بقورب زاني أدب إمام مالي لقى بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبير قلت له إمام دار الهجرة باشا كاتك طلاب العلم وات قطابي أوانيك دانوس فيري زانيس شرعي بند سنلاي دي فرمو كاتك حديث الشرع دك دي فرم بعد دزنوش هلو قرم كاتك دزنوش شي هلو قر خوي بون خوش دكر وهروها بر جيجي زواني لبر دكر تازي لسر دكر وهروها برمالي شي بشاني دادا خشوع وقار دي انقد بو دي فرمو لاني مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خلق خدمه فرمايش بيغمبر صلى الله تعالى وسلم دبي له خدمه فرمايش بيغمبر لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تزهروا له بالقول امام كان تر او امامي مالك رحمه خالبي رجل رجان دار فرمايشتي بيغمبر يعني لي برسي صلى الله عليه وسلم
وتيان بو من شرحك تيار بالي دابو هسه جوان دانشتو بشي وش بقى دابو روي لقبلة كردو قتيان لبرسي فرمي أمن باسي فرمايش لي بيغمبر ذا كم صلى الله عليه وسلم ويستم أدب لقى بيغمبر بكار بينم باشا أدب لخدمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خو أجر إما سنة كاني بيغمبر أو كسانا باسكين كأدب يعني لقى بيغمبر بوا زور دور ده شيء أدب لقى بيغمبر اتباعه في كل ما أمر شون كوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لاش لك أمري بيكردوه ها في اتباع الهدى والفلاح واتبعوه لعلكم تهتدون أجر إيه وشون كوتي أو محمد بن صلى الله عليه وسلم أو سر كوتو دبن بويا براستي خالج كان لأدبو ريز برامبر بحزرتي محمد صلى الله عليه وسلم قوري إما أويكوا اتباع لبيغمبر بكين صلى الله تعالى عليه وسلم سواء شويني نكوين براستي سرگردان دبين با قمرا دبين وما لدي براستي أهو مشتخرابا بويا أقر وانا كين بيغمبرش شفاعت من بوناكا ديارا براني برس خشكاني برس أم حلقش من ليلة كتايهات تا حلقيشكا كاتشكا لبرنامكتان هايما دينو خزمتان بيتان دلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.